محور المقاومة اليوم الجديد فيه منذ سنوات طويلة، وهذا لازم نحفظه جميعا، هو يقاتل بغضب وبعقل، يقاتل بغضب وبحكمة وبشجاعة وبجرأة، ويملك القدرة. ولذلك نحن الذين نمشي ونختار. لا أقول نحتفظ لأنفسنا بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، لا أبدا، نحن سنرد، هذا محسوم، وعليهم أن ينتظروا، وعليهم أن ينتظروا الأيام والليالي والميدان. بالنسبة إلينا كما كنا نقول سابقا، الآن القرار في يد الميدان، والميدان هو الذي يعرف ظروفه وفرصه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي كما يعني بيحاول البعض يفلسف الأمور. لا، نحن نبحث عن رد حقيقي وعن فرص حقيقية وعن رد مدروس جداً.